يا جماعه دق لي سونيك وابعت لي صندوق العاب لدلو، وهلا انا استلمت الصندوق ورح نفتحه انا وياكم دلو سوا. جاهزه يا دلو؟ جاهزه. تمام. سونيك يا جماعه ما شرير، هيدا سونيك العاقل بيحب لدلو كتير كتير كتير. هلا هو عنا صندوق العاب عجيب، بس شو بده يكون؟ هلا بنشوف شو بنعمل. بس في سونيك غيره شرير. لا هذاك السونيك الشرير ما عاد هربنا منه بالجزيره بديك الفيديو. يلا بلش انا. واحد اثنين ثلاثة. شو هيدي؟ يقطينة؟ شو هيدي؟ شوفوا يا جماعة هيدي يقطينة مبينة شريرة، بس هيكوا كيف شكلها؟ نفسي بتعملوا شيء؟ هيكوا شو هيدي؟ حتى كمان من ورا نفس الشيء، هيكوا يا جماعة. هيدي أول هدية عجيبة من عمو سونيك. ايه نعم، كل هيدي علاقة بالتليفون يا بابا؟ أي تليفون؟ أي تليفون؟ هيدي أول وحدة، هلا نشوف الثانية، يلا يا دلو. رمضان. ايه يلا يا دلو. صل دوري. يلا بلشي. شو بدي يطلع لك؟ شو بدي يطلع لك؟ ايه ما يطلع لك شيء؟ فوتبول. طلع لها فوتبول طابة يا دلو. شو؟ حلوة؟ تعال نشوف. ايه برافو. يلا قوم يلا يلا نشوف شو قصة فيه. يلا هلا دورك. يلا هلا دوري. شو هيدا؟ شو في يا جماعة؟ سمايل غريب. شكلها هيدي وحدة حامضة بس لون اصفر مكتوب علي هيك. حامضة؟ شوفوا والله حامضة يا بنت. هلا هيدي حامضة؟ هيك بدها تدل حامضة. يلا ها يلا دورك. مدينة. شو هيدا؟ مدينة. شو هيدا؟ شو؟ شو هيدا؟ مدينة مكتوب عليها شيء، مدينة ثانية كمان. شو هيدا؟ يا جماعة باتمان؟ عندنتين هيدي منو مرسوم شيء، هوني هوني مرسوم باتمان. شو هدول يا أولاد؟ شو بنعمل؟ ما بعرف. بنحطهم بنرجعهم ما بدنا إياهم؟ بلا بدي أشرب من قنينة باتمان. وشو تشرب من قنينة باتمان؟ بركي صار شيء؟ لا ما حيصير شيء. شو؟ متأكدة؟ إيه. يا جماعة دول بتشرب من قنينة باتمان؟ أنا ما بدي إياها تشرب. شو؟ بدي اشرب. طيب مثل ما بدك ها؟ حط هيدي هون. متأكدة؟ متأكدة. طيب يلا ها؟ أنت هيك اخترتي أنا ما دخلني؟ يلا يلا لشوف. لك شو هذا؟ شوفي شو صار فيكي؟ شوفوا يا جماعة دلو تحولت لباتمان. كيف شو هلا؟ أنا قلت لك ما تشربي. شوفوا كيف صارت. شوفوا أنا قلت لها ما تشرب. أنا ما قلت لك ما تشربي منها. شو بدنا نعمل هلا؟ تنطر سونيك. شو بدي أعمل لك سونيك يعني؟ بركي بقول لنا شو نعمل. بركي بقول لك شو نعمل؟ إيه. طيب هنضل أضل سونيك. أنا من الأول قلت لك ما تشربي. أنا هيدا مبين شيء ما بعرف شو هو. يلا حنضل على سونيك نشوف شو الموضوع. سونيك 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 ايكو رد سونيك يا جماعة. تعال السبيكر. الو الو كيفك يا سونيك؟ الحمد لله. ميرسي على الهدايا وصلوا، بس ما قلت لنا بقلبه شغلات غريبة عجيبة، بس ما قلت لنا في بقلبه أنينة ما بعرف شو بقلبهم. دلو شربت من عنينة باتمان وتحولت صارت باتمان وما نعرف شو بدنا نعمل. ها 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 ها. ليش عم تضحك؟ عم بعمل مقلب بدلو. هلا هيدا مقلب؟ هيك بيعملوا مقالب؟ ايه هيدي دلو بعمل فيها مقلب. ها مقلب قلت لي. طيب شو بدنا نعمل هلا؟ كيف بدنا نرجع دلو مثل ما كانت؟ في قنينة منه مرسوم عليها شي بالصندوق. مزبوط، في قنينتين، قنينة مرسوم باتمان وقنينة منه مرسوم شي. خلي دلو تشرب من القنينة اللي منه مرسوم عليها شي بترجع لطبيعتها. سمعتي شو؟ إذا بتشرب من القنينة اللي منه مرسوم عليها شي بترجع مثل ما كنتي. طيب ماشي ماشي ماشي، إذا بس هيك هيني. أوكي باي. يا جماعة
سونيك ولا بقى هو عم يعمل مقلب بيدله بعد ما حولها لبعتنا وشربت من القنينة. أنا قلت له ما تشرب يا سي ما رديت، ولا إذا بتشرب من القنينة التانية اللي ما فيها شيء بترجع مثل ما كانت. شو؟ بدك ترجع مثل ما كنتي؟ قلت لك من الأول أنا ما تشرب ما بدي. يلا شربي لشوف. ايه شوفوا يا جماعة دول رجعت مثل ما كانت. ليكو ليكو شو شو وضعك هلا؟ ما هيك أحسن؟ ايه قلت لك من الأول ما تشربي مني. هيك يا جماعة هلا بقى بدنا نقول لكم باي، بدنا نلعب أنا ودلو بالألعاب مزبوط؟ هيدا ما بدنا إياهم بقى ها؟ خلص هلا أنا ودلو بدنا نلعب الألعاب اللي بعتلنا إياهم سونيك. يلا باي.